ما زال عندك الوقت باش تصيبي اروع واسهل معسلات رمضان. بقلاوه بورق الفيلو كتجي من اروع ما يكون ومن الف ما يكون، مكونات بساط بساط جدا للغايه، جد اقتصاديه وسريعه في الطريقه ديال كيفاش كنصيبوها، سريعه سريعه جدا ما تصوروش شحال كتجي رائعه ولذيذه وبنينه ومقرمشه. والاهم من ذلك جد اقتصاديه، كتقولي ما بقاش لك الوقت باش تصيبي معسلات رمضان، هانا اختي جبت لك الحل باش تصيبي معسلات رمضان بقلاوه باسهل الطرق، بلا عجين بلا دليك بلا توريق. تبعي معايا لا فيديو من الاول حتى الاخر باش تكتشفي المكونات والمقادير وطريقه التحضير. وما تنساوناش كالعاده ملي لايك والتعليق ديالكم البنائين، ومرحبا بالمشتركين الجدد لاول مره كينضموا لقناتي وعجبهم المحتوى، ما عليهم الا يفعلوا جرس فضلا وليس امرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناه سكينه صوريه. وندعو بركه الله ونقولوا بسم الله. وقبل ما نبداو الوصفه ديالنا ما نساوش نصليو على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. كيف ما كتشاهدوا معايا اول حاجه عندي هنايا 250 غرام ديال الكاوكاو بلا قشور، وعندي 250 غرام ديال اللوز يعني غنخليه بالقشره ديالو. بالنسبه للكاوكاو 250 غرام اي ربع ديال الكاوكاو، غادي نضيف له واحد 3 ديال المعالق كبار او 2 ديال المعالق كبار ديال الزيت نباتيه، وغادي نخلطو كله جيدا باش كنتفادى بلا ما نقليه، يعني باش نحمره في الفرن كيجيني تماما بحال اللي مقلي، كتجي داك التقرميشه ديالو رائعه وخطيره حسنا ما ندخلو الفرن كيف ما هو كيجي بحال اللي محروق. غادي ناخذ الصينيه ديالي او الطاوه اللي غادي ندخلها للفرن ونفرش فيها داك الكاوكاو اللي دهنته بقليل من الزيت. عندي هنايا 250 غرام ديال الكاوكاو و250 غرام ديال اللوز، اللوز كنخليه بالقشره ديالو، غندخلو للفرن حتى يتحمر ليا ياخذ ليا واحد اللون ذهبي، مره مره نقلبو واحد شويه ونخرجو ونخليه حتى يبرد تماما ونمرو المرحله المواليه. كناخذ الطحانه ديالي، انا استعملت هاد الطحانه باش غنطحن فيها كلشي، خديتها يعني درتها الحجم كبير باش غنمزج فيها كلشي. كنضيف اللوز ثم الكاوكاو اللي حمرت، عندي كاس من عبر العنبه اي 100 غرام ديال السكر الخشن اي سنيده، عندي معلقه صغيره ديال النافع وحبه حلاوه مطحونين، ومعلقه صغيره ديال القرفه. بالنسبه للسكر انا درت هنايا 100 غرام ديال السكر سنيده، ممكن نقصو ممكن نزيدو، ممكن تستغناو على السكر وتضيفوا العسل، ضيفوا واحد 3 او 4 ديال المعالق ديال العسل. كنطحن هادشي هكا كيف ما كتشاهدوا معايا، ما خصوش يكون مطحون جيدا غير واحد شويه كيف ما تشوفوا يكون بسبس يعني بحال الشكل ديال الكسكسو، لهذا اختاريت الطحانه باش ما تعجنوش ليا. كنضيف هنايا 3 ديال المعالق كبار او 4 ديال المعالق كبار ديال الزبده ذائبه، 2 معالق ديال الماء الزهر، وكنعاود نخلط كلشي يعني كان غير كنخلط ماشي كنطحن، غير واحد 2 ضربات هكا في الطحانه باش كنخلط الكل يعني الزبده مع الماء الزهر، كنحصل على هاد الخليط ديال الكاوكاو وديال اللوز كيجي يعني رائع جدا. بالنسبه للناس اللي بغاو يزيدوا المسكه الحره انا ما ضفتهاش، غدير واحد 2 حبات او 3 ديال المسكه الحره وطحنوها بوحدها مع واحد معلقه ديال السكر الثقيل، ثم تضيفوها الخليط. وندوزو المرحله المواليه وهي الورقه ديالنا ديال الفيلو، رائعه جدا هاد الورقه، هادي غادي تلقاوها عند الباعه اللي كيبيعوا يعني عند الهريان او اللي كيبيعوا الورق جاهز، راها كتجي رائعه جدا وخطيره هاد الورقه. يعني في الاول كنت خايفه منها، كتجبدوها من الباكيت ديالها، كتاخذوا الكميه اللي غتستخدموا ثم كنجمعها في واحد الفوطه، ضروري نجمعوها حيت لانها دغيا كتيبس، غير كيمسها الهواء كتيبس. انا هنايا خديت 2 ورقات ثم كندهنها جيدا بالزبده ذائبه، اي نوع ديال الزبده كندهنها بواحد الشيته بالزبده، كندهن الورقه الاولى ثم غندهن الورقه الثانيه ضروري، لان كاين بعض الناس كيدهنوا غير الورقه الاولى وهما راه 2 ورقات، حيت ضروري في هاد البقلاوه هادي او هاد المعسلات هادو كنديروا 2 ورقات، ما غتقدي لنا والو ورقه وحده غادي تجينا كتقطع، كندير 2 ورقات كندوبلهم، كندهن الورقه الاولى ثم كندهن الورقه الثانيه، ضروري هاد المرحله باش ندهنوها بالزبده باش كتجينا اكثر قرمشه وكيجي المذاق ديالها رائع جدا. بصراحه انا في الاول كنت خايفه من هاد الورقه، ولكن ملي جربتها ما غنبقاش نستغنى عليها. بالنسبه للناس اللي كيدركوهم الوقت وما كيلقاوش، بالنسبه لدابا في شهر رمضان كيلقاو الكوموند على الورقات البسطيله اللي كيخدموها الناس في ديورهم عليها طلب وعليها يعني خصك تشدي الرونديفو، غادي تشريو هذه وغتقضيو بها الغرض وكتجي من اروع ما يكون. كيف ما كتشاهدوا معايا كناخذ داك الخليط اللي طحنت ديال الكاوكاو ديال اللوز،
كنوضعوا يعني كنصفوا يكون متساوي، ما تكثروش وما تنعينكم ميزانكم، يعني تحاولوا تسرحوه تسريحه واحده باش ما يجيكم جهه عامره وجهه خاويه. ثم كنرولي غير خفيف خفيف الورقه هذه، حاولوا عليها بزاف راها كتقطع، وكنحيد داكشي اللي كيطيح من جنب باش ما يقطع ليش الورقه. كيف ما كتشاهدوا معايا كناخذ الطاوه او المول اللي غندخل الفرن، كندهنوا جيدا بالزبده، وكنحاول نجمع هاد البودانه اللي صنعت بالورق، كنجمعها كنحاول بحال كنقولوا كنكمشها كندحسها ندحسها ندحسها حتى نديرها في الطاوه او المول على حسب الطول او العرض. شوفوا نتوما تستفوها بالطول او العرض على حسب المساحه ديال الطاوه ديالكم. انا غنعاود معكم وحده اخرى باش تشوفوا جيدا وتنتبهوا لهاد المرحله. كناخذ جوج وريقات وكنعاود نجمع داك الورق الفيلم فواحد الزيف ضروري او بلاستيكه، ونحطو حدايا جانبا ما نخليهش كيضربوا الهواء حيت كتكرم دغيا كتيبس. كيف ما كتشاهدوا معايا كيف ما درت في المرحله الاولى، كندهن بالزبده اللي ذوبتها، ما تكونش الزبده يعني كيف ذوبوها سخونه تدهنوا بها، كتكون ترتاح شويه غير دفا عاد كندهنوا بها. كندهنها بواحد الشيته، يعني كندهن الطبقه الاولى ديال الورق ثم الطبقه الثانيه، كنديروا جوج ورقات. على فكره هاد الباكيت ديال الورق ديال الفيلو كدير تقريبا واحد 25 درهم مغربيه، يعني ما غالياش ورخيصه، وشاط ليا منها تقريبا واحد 10 ديال الورقات، جمعتهم وخزنتهم درتهم في الكونجيلاتور ندير بهم مره اخرى حاجه اخرى، لان هاد 250 غرام ديال اللوز 250 غرام ديال الكاوكاو شاط ليا من هاد الورقه الفيلو 10 ديال الورقات. كيف ما كتشاهدوا معايا كندهن الورقه الاولى ثم الورقه الثانيه، غير زعموا غير زعموا، خذوا هاد النوعيه ديال ورق الفيلو رائعه رائعه جدا، يعني ما غاديش تعذبكم وما غاديش تمحنكم، كتجي من اروع ما يكون، وراها كتباع يعني عند البقاله، كلشي كلشي متوفر عنده، الثمن ديالها يعني في متناول الجميع. كيف ما كتشاهدوا معايا كنحاول نحط الكميه المناسبه عندي ديال الكاوكاو واللوز والخليط ديال الكاوكاو واللوز اللي طحنت، وكنلف بهالطريقه هذه، يعني غير كندفع كنلف صافي، كنبقى نحاول نبرك عليها في الاول واحد شويه، من بعد ما كنبركش عليها غير كنروليها كندفعها كتمشي راسها، ونحاول ندهن حتى الاطراف الاخرين باش تثبت معايا. انا هنايا غادي نجمعها هنايا فوق سطح العمل عاد نحطها في اللاطه باش تسهل عليا. كيف ما كتشاهدوا ملي كنبغيو نجمعو كنبداو بالوسط هو الاول، عاد كنجيبو الاطراف وكان بحال اللي كنكمشوهم باش نحطهم باش كتجي مدرجه، واللي بغى يخليها مطلوقه كما هي يخليها، غير هي من كتجيها كمدرجه كتجي عاطيه واحد المنظر رائع. انا غادي ملي كملت الكميه كلها اللي عندي ديال الكاوكاو وديال اللوز، ولتذكير فقط بقاو لي 10 ديال الورقات ديال الفيلو، كندهنها جيدا بالزبده، ضروري ندهنها بالزبده من الفوق ومن الجوانب كذلك، ودرت الفرن ديالي سخن جيدا. مجرد ما كنوضع المول ديالي ديال البقلاوه في الفران كنقص للصفر، ضروري تنقصوا للصفر باش كطيب على خاطرها. بالنسبه للتقطيع لكم الاختيار، تقطعوها بالحجم اللي بغيتو. اول حاجه كنحيد الجوانب لانهم اولا خاويين ما وصلهمش داك الخليط، ثانيا غادي يتمسوا لينا بالنار اكثر وكيجيو مقرمشين اكثر، كنحيدهم يعني غير شويه ما تقطعوش بزاف، كنحيدو غير الحواش ديال الجوانب. ثم غنقطعها على ربعه، كنضرب في الوسط هو الاول عاد كنضرب الاطراف الاخرين باش يجيوني القطع متساويين قد قد. انا غندخلها للفرن على درجة حرارة كان 180، من دخلتها نقصت للصفر، وغادي نخليها حتى تحمر ليا من الأسفل ونضبطها باش تحمر ليا من الأعلى. كيف ما كتشاهدوا معايا بعد ما تحمرت ليا وطابت تماما على نار تكون مهيلة، كنسقيها بالعسل مباشرة من كنخرجها من الفرن وهي ساخنة، كنسقيها بالعسل جيدا ثم كنرجعها للفرن. الفرن انا راه طفيت عليه، ملي نرجعها للفرن الفرن يكون ضروري يكون طافي، يعني راه طفيت عليه وغنرجعها للفرن باش كتشرب ليا العسل اكثر. كيف ما كتشاهدوا معايا هذه هي البقلاوه ديالنا وجدات، انا يعني صفيتها من العسل، حيدت من داك العسل الزائد وزوقتها بقليل من الزنجلان. في الاول كان عليا نخلي واحد جوج معلقات او ثلاثه المعلقات ديال الكاوكاو اللي حمرت ونهرشو جانبا ونزين به، انا نسيت مشات ليا من بالي، درت ليها الزنجلان كتجي من اروع ما يكون. ممكن تزينوها باللوز ايفيلي او الكاوكاو ايفيلي محمر ومهروش اللي كان متوفر عندكم، انا كان عندي الزنجلان
درته من الفوق كيف ما كتشاهدوا معايا، كتجي من اروع ما يكون. ما كرهتش نسمعكم تقرميشه اللي كانت فيها، ولكن للاسف مع الصداع ديال الدراري وراكم عارفين ما جانيش الصوت نخليه فاش كنت كنصور. كتجي من اروع ما يكون ومن ألد ما يكون، وسريعه التحضير، ما كتاخذش منا اكثر من نص ساعه. ملي كنكونوا كنلفوها وكنحضروها نص ساعه كتكون واجده. ونصيحه اخيره، الفرن يكون ناقص للصفر باش كطيب على خاطرها، وكتجينا داك الورق الفيلو كيجينا مقرمش، وكندهنوه بالزبده بطبيعه الحال كيجي مقرمش ومن اروع ما يكون. يعني ما عندكش حجه باش تقولي مشى عليا الحال باش نصيب معسلات رمضان. نتمنى ينال اعجابكم لا فيديو ديال اليوم، وما تنساوش تدعمونا بلي لايك وبالتعليق ديالكم بالنائين. شكرا لكم المتابعه، ومرحبا بكم دائما عن قناه سكينه السوريه، والى اللقاء.